يستضيف نادي مرباط الذي يلعب اليوم بمدربه يوسف الدهبي. مرباط هنا لدينا فرصة مسلم عبد عادة تسديدة حاضر جول. في هذه المباراة بمدربه الواضح في الصورة يوسف الدهبي ولا نادي السلام، لأن الفوز في هذه المباراة حتى التعب هنا نوح وائل وعمر المطروشي من علامة الجزاء والثاني يأتي في هذه اللحظات لنادي مرباط اللعبة لنادي النهضة. وهنا يوسف الدهبي حتى الآن هو يسير في الطريق الصحيح بطولة في الدوري. وهنا يظهر في الصورة يوسف الدهبي هو من يشرف على تدريب نادي مرباط. الفرصة ولدينا محاولة نوح وائل على التنفيذ ولكن يترك الكرة السلام والمدرب يوسف الدهبي كانت على هذا الملعب والمرة الثالثة هي